بالحديث عن تحرير الأسرى الفلسطينيين، لكن لا ننسى أنهم يعني يطلق سراحهم من السجن الصغير إلى السجن الكبير، أي أنهم يكونون في متناول الاحتلال الإسرائيلي لإعادة اعتقالهم من جديد. إذن ما هي الضمانات في حال تحقيق هذه الصفقات التي تنشدها حماس والمقاومة الفلسطينية من تحرير الرهائن أو الأسرى الفلسطينيين، ثم يأتي أو يقدم الاحتلال الإسرائيلي على إعادة اعتقالهم من جديد؟ لا يوجد هناك ضمانات، الضمانات الوحيدة أمريكية وعربية، قطر ومصر، ولكن هم لم يلتزموا حتى بالضمانات التي أعطيت أثناء تبادل الأسرى مع الجندي شليت. هم ألقوا القبض على عدد كبير من الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم مع صفقة شليت، ولا أعتقد أنهم سيعيدون نفس الكرة، ولا أعتقد أنهم سيلتزمون ولا حتى يحترمون تعهداتهم مع الطرف العربي أو الأمريكي كما يفعلون في كل مرة. لا نعم، يوجد هناك أي ضمانات، لا يوجد هناك. هم يقومون يوميا باعتقال العشرات يوميا، سواء في القدس أو الضفة الغربية أو في أراضي 48، يعتقلون العشرات يوميا ويقتحمون جميع المناطق في القدس، في المخيمات. هنا كان لدينا شهيد اليوم في مخيم قلنديا، أيضا الشهداء يوميا يتساقطون من جراء إطلاق النار عليهم مباشرة. لاحظنا اليوم أطلقوا النار على أحد المواطنين الفلسطينيين في الخليل من مسافة صفر، رغم أن هناك لا يوجد أي تهديد لجنود الاحتلال، كانوا يزيد عددهم عن 4 جنود، هم يستخدمون عمليات التنكيل، وأيضا يوجد أكثر من 300 شهيد حتى الآن في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر. لا يوجد هناك حكم لحركة حماس، اعتداءات المستوطنين تزداد يوما بعد يوم، هناك أكثر من 200,000 مستوطن تم تسليحهم منذ 7 أكتوبر بأسلحة شخصية، وهذا أيضا يهدد حياة المواطنين في الضفة الغربية بشكل كبير ويهدد مستقبلهم أيضا. وقاموا بتوزيع مناشير وتهديدات لأكثر من مرة بالضغط على السكان بالتحرك نحو الأردن، ومما أدى أن يقوم الجيش الأردني بإعادة انتشاره على الحدود مع دولة الاحتلال.